يسمى عليكم. فإذا عايز أشوف الرول دي، لو عندي two random variables A و B، الفاريانس of A plus B هيساوي إيه؟ هل هيساوي variance of A plus variance of B، ولا هيساوي حاجة أكثر تعقيدا من كده؟ طيب تعال نشوف. الفاريانس of A plus B هو الـ expected value of A plus B ناقص المين بتاعها، صح؟ ان هو ال variance ده expected value of ال sample أو ال point ناقص المين بتاعها، ناقص الـ expected value of A plus B تربيع. ده أصلا تعريف الـ variance عادي، لأن variance of A يعني variance of X أساسا، variance of أي حاجة، variance of A لوحدها هي الـ expected value of A ناقص expected value of A. ده by definition of الـ variance، تربيع طبعا. طيب أنا عارف إن expected value of A plus B بيساوي expected value of A plus expected value of B، بغض النظر الـ A والـ B independent ولا لأ، فأقدر أقول إنها بيساوي expected value of A ناقص expected value of A، صح كده؟ plus B ناقص expected value of B، كانتش حاجة غلط، لأن فكيت الـ expectation، كله تربيع. حلو، أقدر بقى أفك المربع ده يعني، عشان ده expected value of of expression، فأقدر أقول ده يساوي expected value of، أفك الـ expression، A ناقص expected value of A تربيع، وهنا B ناقص expected value of B تربيع، كده الأول في التاني في اتنين، اللي هو اتنين A ناقص expected value of A، B ناقص expected value of B. حلو؟ طيب الـ expected value linear operator، أقدر أفك الحاجات دي، تلاتة expectations مبنية على بعض، the expected value of A ناقص expected value of A تربيع، plus 2 expected value of A ناقص expected value of A في B ناقص expected value of B، وهنا هيبقى expected value of B ناقص expected value of B كل تربيع. حلو؟ حلو. الراجل ده مين؟ الراجل ده هو الـ variance of A. الراجل ده اللي في الآخر variance of B. الراجل اللي في النص ده لو فكرت شوية أو لو افتكرت، يعني ده الـ covariance between A و B. بلس 2 covariance A و B. إذا وصلنا للـ general rule variance of A plus B. So variance of A plus variance of B plus 2 covariance A و B. طبعا لو الـ A والـ B independent فالـ covariance بينهم بزيرو، فساعتها هيبقى variance of A plus variance of B. معلومة كده على جنب المفروض أتكلم عنها بعدين، بس لو الـ two variables independent فالـ covariance بينهم بزيرو. بس لو الـ covariance between two variables بزيرو، ده مش معناه إن الـ variables لازم يكونوا independent، وهتكلم على كده في فيديو تاني إن شاء الله. طيب بالمرة كده قلت لك variance of A ناقص B، A ناقص B أحسبها إزاي باستخدام الرول دي؟ ممكن تعتبرها هيساوي variance of A plus ناقص B، لو أنت عايز تعتبر كده يعني. فبالتعويض في المعادلة دي هيساوي variance of A plus variance of negative B plus 2 covariance of A و negative B. طيب variance of negative B هو نفس الـ variance of B، لأن الـ variance بيحسب squared distance، وبالتالي لو أنت ضربت كل حاجة في سالب واحد هتلاقي إن الـ variance هو هو، أنا بحسب squared distance. يفكر فيها كده، لو عندك شوية points على خط الأعداد برضه أهو كلهم موجبين، عندك point أهي وpoint أهي وpoint أهي، فدي B، B1 B2 B3 والمين بتاعه عند B2 مثلا، فالـ variance هيكون إيه؟ proportional للديستنس دي تربيع بلس ديستنس دي تربيع على 3 حاجه كده يعني. لو عملت نيجاتيف بي تضرب كل حاجه في سالب واحد، هيبقى عندك هنا بوينت هنا وبوينت هنا والبوينت هنا، بس لا يزال الفاريانس بروبورشنال للديستنس دي تربيع بلس ديستنس دي تربيع على 3 بلس 0 تربيع على 3، ففي الاخر نفس الحاجه يعني. طيب كوفاريانس اوف اي ونيجاتيف بي بنيجاتيف كوفاريانس اوف اي وبي، ده برضه منطقي. لو قلت لك لو الاي والبي بينهم كوفاريانس بوزيتيف، لو دي كده بي ودي A والكوفاريانس منهم، أو اديتها عاملة كده، فبينهم كوفاريانس بوزيتيف، فكل ما البي تزيد الـ A بتزيد. طيب لو أنا برسم مع نيجاتيف B، فكل ما الـ نيجاتيف B تزيد الـ A هتقل، هتلاقي إن في الآخر لو أنا برسم بقى على محور تاني كده،
نيجاتيف بي، هتلاقي الموضوع اتعكس، هتلاقي الموضوع بقى كده كأنك عملت فليبنج حوالين محور واي، هتلاقي الموضوع اتعكس بالعكس. فقشطه يعني. طيب هتلاقي في الاخر ده بيساوي variance of A plus variance of B ناقص 2 covariance of A و B. ده كده variance of A ناقص B. تمام.